يا عمي خلال الحرامية يلا نمشي. كفتة، هلا كفتة، متأكد؟ طيب طيب جاي عيال جاي. تنكبره أنت حتى على الصامت. كفتة اسحب عليه ذا البزر، ما دق علينا إلا يوم رجال دخل البيت. طيب وش نسوي الحين يا عيال؟ لازم نزبن، وإذا ما قدرنا ندق على الشرطة، قسم بالله مسكنا ذا النفسية نذبحنا. قلت لهم اطلعوا برا يا حرامية، بس الظاهر انهم حسوا فيك ونحاشوا. زين انت لا تشيل هم الحين، ابيك تنام وترتاح وترك الباقي علي. خلني بشوف من اللي يدق الجرس. السلام عليكم. خير يا ابوي، ايش فيه؟ ابغى اصدقائي. اصدقائك؟ من هم اصدقائك؟ اصدقائي عامر وياسر وشكوش، خلهم يطلعوا، واذا ما طلعتهم راح تندم. ساتر، متاكد انهم اخوياك؟ ايوه اصدقائي في الاستراحه، بس قالوا عندكم واحد مريض ويبغى احد يساعده وينقذه منك، بس شكلك طيب. ما تخوف. ايه مرة. طيب خلنا ندخل داخل، احنا عيب واقفين عند الباب نسولف، خلنا ندخل نتقهوى. طيب شوف الطريق وخلي زوجتك توخر، قول لها راجل جاي، وخذ هذه من عند ابو عامر اللي ولدوه عندكم. يوسف فندي بعد تكي في مزرعتهم ولا في بيتهم ولا؟ لا لا ابشر ابشر ابشر، الله يكثر خيرك. خليني اشوف الطريق يا ولد، في رجال بيدخل عندنا درب. هيا هيا امشي امشي قدامي. هيا تفضل. هيا تقهوى. اعطي الشايب اول.